السلام عليكم، اسمي فرح محمد الحراكي في الصف الثالث أربعة في مدرسة الإخلاص الخاصة. أشارك في أربع مواهب: موهبة اللغة العربية تحت إشراف المعلمة عبير محمد، سألقي أبياتا من قصيدة زمن الطفولة للشاعر أبو القاسم الشابي. إن لفي زمن الطفولة والسذاجة والطور، نحيا كما تحيا البلابل والجداول والزور. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناي أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. موهبة الحاسوب تحت إشراف المعلمة عبير شعبان. سوف أقوم بشرح لعبة المتاهة. سأحرك الشخصية تيرا بكافة الاتجاهات بلوحة المفاتيح، ويجب أن تجتاز جميع العوائق لتحصل على الجواهر، ثم تصل إلى صندوق الكنز الذي صممته بنفسي. هيا لنبدأ. موهبة التربية الرياضية تحت إشراف المعلمة مسعودة. يمين شمال إيدين فوق، كمان مرة واحدة ورين إيدين فوق. أوكي، دائرة لليمين ورين الشمال. ممتاز. موهبة الفنون البصرية تحت إشراف المعلمة منال. أشكركم جميعاً وأتمنى أن تصوتوا لي على رقم 19، فصوتكم يهمنا.